سانشاين كي دايرين لاباس عليكم كلشي هو هذا كنتمنى تكونوا بخير عليكم فين ما كنتوا وفوق ما كنتوا كتشوفوا هذا الفيديو دونك اليوم جبت لكم اون كولابوراسيون مع لون دو مي ميور كوبين لا في يوتيوب ولا في لا فري في اللي هي ليلى دو لا شين تو بور سو فير بيل الا كنتو كتعرفوها طون ميو سي اون في جينياليسيم ولا ما كنتوش كتعرفوها غادي نخلي لكم لا شين ديالها في لا بار دافو باش تمشيو تشوفوا سا شين وتشوفوا الفيديو اللي دارت معايا اون كولابوراسيون هذا النهار دونك اليوم اقترحنا عليكم او قررنا اننا نقترحوا عليكم شي حاجه اون ريلاسيون مع لو تيم ديال لوتون بيسكو دابا دخلنا في الخريف وقررنا اننا نعطيكم دي زيدي او الاقتراحات ميك اب و اوتفيت و اون بواسون شود باسكو كي دي الخريف و الشتاء دي بيان سور لي بواسون شود لي مليب ستاربكس و لي مليب لي كوفي شوب و هادي و لي كيعرف يصايبهم في الدار على امل ان الفكره ديال هاد الكولابوراسيون تعجبكم ما تنساوش تخليو ليا دي بوس بلو دي كومونتير باش تقولوا ليا شنو بغيتو نشوف تشوفوا في لاشين ديالي في الايام اللي جايين خليو ليا كلشي اون كومونتير راه كنقراكم كاملين سواء كنجاوب سواء ما كنجاوبش فريمون كنقراكم هادي حاجه باينه كنقراكم دونك نيزيتي با انكم تكتبوا لي هادشي اللي بغيت نقول لكم اي اوسي نيزيتي با انكم تتبعوني في لي ريزو سوسيو نوتامون انستغرام و سناب شات دونك فوالا هادشي اللي نبغي نقول لكم بلا ما نزيد نطول عليكم في الهضره نخليكم معنا فيديو وما تنساوش تمشيو تشوفوا حتى الفيديو ديال ليلى غادي نخلي لكم لي ليان في لا بار دافو تيسي لا بروجين فوا كنقول لكم تهلا فراسكم كندير لكم ان مليار دو بيزو وكنقول لكم على بروجين الوغ اول حاجه نبداو بها نمشيو نجبدو من الثلاجه داكشي اللي غادي نحتاجوه نوتامون الحليب ولا كريم فريش و سي تو الوغ لهاد الشوكليت موكا غادي نحتاج دي بيبي ديال الشوكولاته انا خديت هادو من ليدل سي دو شوكولا نوار امير يعني ماشي حلو غادي نذوب هاد لي بيبي في كاسرونه مع شي شويه ديال لاكاسوناد هادي سي اون استوس باش منين نجيو تخلطوا الحليب مع الشوكولاته دايب دي فوا كيدير بحال مقطع دونك زيدوا فيه شويه سنيده انا كنفضل الكاسوناد منها تحليهم منها يتدمج مزيان مع منين نزيدو عليه الحليب ما يجيش مقطع هاد لاسيو شفت عند واحد الباريستا ستاربكس اونطروطو نمشي ندوب شويه نصايب شويه ديال ليسبريسو اللي غنحتاجو وندوز شويه ديال الحليب في الميكرووند ماشي حتى يغلى غير يسخن قبل ما يغلى واهم حاجه ان الحليب يكون اونتي كامل الدسم كيجي حسن في المذاق وكيجي كريمو ومن بعد كيعطينا واحد الرغوه في هذيك لا بواسون من بعد غادي ندوز نخوي ليسبريسو على الشوكولات اللي غادي يكون داب ونخلطو شي شويه وهذاك الحليب اللي كنت سخنت غادي نقسمو على جوج لا مواتي حتى هي غادي نبدا نزيدها بشويه بشويه على لا بواسون كيما غادي تشوفوا معايا ولا مواتي غادي نحتاجوها من بعد غادي نوريكم علاش دونك كنعرفوا بلي دوك لي بواسون شود اللي كنشربوا برا اهم حاجه كتجي فيهم هما انهم كيكونوا موسو وحنا بيسكو ما عندناش لا ماشين باش نصايبوا ديك لا موس غناخذوا داكشي اللي بقى لنا ديال الحليب نديروه في قريعه ونخدوه مزيان مزيان حتى يترغوا بهذه الطريقه هذه صافي ومن بعد ندوزو باش ندريسيو لا بواسون دونك غادي نكبوا الشوكولاط سخون هو الاول نتوما كما كتشوفوا كيجي عاقد وانكسيو كما القاعده وكما كنبغيوه ونزيدو عليه هذاك لا مواتي اللي كانت في القرعه بلا موس ديالها نتوما كتشوفوا كتخرج موسوز اي اون فيني بيان سور بشويه ديال الشانتي الا كنتو كتبغيوها و دي بيبي دو شوكولا بور لا بريزونطاسيون اي ترا ها هي لا بواسون قريبه بزاف لداكشي ديال ستاربكس وتيقوا بيا بنينه ودي سي بلس ما يبقاش فيكم الحال الا ما عندكمش ستاربكس في مدينتكم جربوها وردوا عليا ندوزو دابا الميك اب واول حاجه غادي نبدا بها هي الحجبان غناخذ ام بانسو ديال ريل تكنيك بشويه ديال لو فا قهوي داكن مات ما فيه حتى حاجه دلمع لي سورتي هادو البنات وسورتو باد نوار باش ما يجيوش الملامح داكنين غنخدم حجباني وغادي نجي نثبتهم بهذا الجل من عند اناستازيا بيبرلي هيلز حيت لي بوال ديال الحجباني انا عندي كريزي كل واحد كيشد طريق دونك باش ما يتحركوش من بعد غادي ندوز نخدم العينين وغادي نبدا بلا فاسا بوبيير كما القاعده من عند اوربان ديكاي غادي نديرها على لي بوبيير كاملين باش الماكياج اللي غادي نديرو فوق العينين يبقى دايم لينا او يبقى شاد لينا النهار كامل يصبر ما يتشققش اي غادي نجي نبودريها بون بودغ اللي تكون شفافه باش تفيكسي ليا ديك لا باز وتسهل عليا الخدمه ديال لي فار من بعد انسويت بالنسبه للماكياج ديال النهار غادي نخدم غير بهاد لاباليت ديال مورفي وغادي ناخذ هاد لاكولور اللي قهويه عطيه شويه لورانجي سي اون كولور دو ترانزيسيون غادي نخدمها فين كيتلاقاو لي دو بوبيير كيما العاده باش نسهلوا لا ترانزيسيون ديال لي كولور بان بانسو غير تكنيك ندمج مزيان كيما كتشوفوا معايا وكيما موالفين من بعد غناخذ هذا اللون قهوي داكن مات وغادي نجي نحطو في الكوان اكسترن ديال العين ونبدا ندمجو مع لا كولور اللي حطينا في الاول جبي فو زافوي كان هذه المرحله كتجيني صعيبه حيت عندي هودد ايز دونك لا بوبيير الفوقانيه عندي طايحه على لا بوبيير موبيل
اي دونك كناخذ وقتي باش ندمج لي كولور مزيان وكنحل عيني باش يبان ليا اش كندير اي اونسويت كناخذ ان بانسو لي يكون بروبر وكنبدا ندخل لي كولور في بعضياتهم باش نفهميهم مزيان. من بعد غناخذ هاد لا كولور بيج ناكري شي شويه ونجي ندوي بها في وسط العين لان ما بغيتش الماكياج يجي قهوي بزاف وسومبر باش يبقى لا يقل نهاركم ميم الا بغيتو ديروه في النهار. واخر مرحله غادي نجي نفيمي تحت العين بلي ميم ديغرادي اللي خدمت بهم الفوق لان كنحس راكم عارفني كنبغي العين تكون فيمي من التحت كنحس بلي كتكمل الماكياج واصلا كنكبر العين شي شويه لان انا عويناتي صغيورينكم ميم شي شويه. من بعد ندوزو لوطان وغادي نبداو بهاد نيفيا افتر شيف ديال الرجال. حنا كنستعملوه اون طونك باز ديال لوطان باش يفيكسي لينا الماكياج من نهار اللي شفناه عند نيكي توتوريالز الله يذكرها بخير. من بعد غادي ندوز الاضاءه تحت العين وغادي نستعمل هاد البانسو اونتي سيرن من عند لا مارك بايتيري توش فلوتي. سي ان اونتي سيرن واعر بديت كنجربو ديرنييرمون كندير به كاع لي ميك اب ديالي دونك كيجي اون فورم دو بانسو ستيلو. هذا هو لافونتاج اللي فيه كتوركي على لو بو ديال الستيلو وكتخرج لك جوست سكيلفو ديال لا ماتيير. اون طون كونتي سيرن اي لي مانيفيك انا عجبني بزاف الريحه فيه واعره ولافونتاج انه كيجي على شكل بانسو دونك كتخرجيه وكتخدميه به منه ما تحتاجيش زعما ان اوتر بانسو ولا بيوتي بلندر. انا جاني اي سي فري كو هاد لا مارك غاليه شويه من الناس اللي عندهم البيدجي اي سي بوركوا با. وهانتوما مع شوفوا معايا الاضاءه اللي عطات تحت العين جو سي با واش خارجه في الكاميرا مي واحد الاضاءه في شي شكل. اونسويت غادي ندوزو للماسكارا وتوجور من عند لا مارك بايتيري غادي نستعمل هاد الماسكارا سيروم اوت كرواسونس. نورمالمون فيه واحد لاجون كي اكتيفي لي سيل وكيطولهم مع الاستعمال دونك ما حدك كتستعمليه هو كيعاون لي سيل ديالك يطوالو العكس ديال لي ماسكارا اللي كيطيحوا لي سيل. دونك انا خديتو فهاد لا كولور بلو حيت ما عندي حتى ماسكارا بلو ولكن فوزالي فوار كو ما كيعطيش داك الزراق اللي باين مشاشه شويه اون توش اللي مختلفه. وشوفوا لا ديفيرونس ما بين العين فين درتو والعين اللي ما درتوش حتى هو فريمون جينيال. ابري بور لو تروك ديال كرواسونس جو في فوار وغادي نقول لكم في سناب شات. ندوز دابا باش نكمل لو تان ديالي وغادي ناخذ هاد البيرفيكتور دو تان من عند اوربان دي كي سميتو نيكد سكين. انا خديته في لا تانت ميديوم وجات معايا دونك هاد البيرفيكتور دو تان فيه ال اس بي اف 20 دونك مزيان هاد الوقيته اللي الشمش ماشي مجهده مي كاينه الشمش كوميم. اي سي ان فون دو تان فريمون تري ليجي ولا اون كريم تانتي. البنات اللي ما عندهمش بزاف ديال لي زامبيرفيكسيون ولا ما كيبغيوش الفون دو تان تو سامبلومون باغيين شي حاجه اللي تعطيهم بون مين مي على فوا يبان لو تان ديالهم مخدوم ونقي سي جوست كيل فوفو. انا عجبني بزاف خفيف على لابو كيعطي كما قلت لكم داك لي في بون مين ما كتبانيش شاحته و فوالا كيتخدم فاسيلمون سور سور لو تان لا تانت هي هذيك لي اس بي اف 20 دونك بالنسبه ليا سي جوست بارفي سي تو سكيل مفو. اونسويت غادي ندوز نفيكسي لونتي سيرن بهاد لا باليت لايتس اند شيد ولا شيد اند لايت من عند كات فون دي. غادي ناخذ هذاك الوسطاني في السطر اللي الفوق اللي كيصلح الاضاءه ديال تحت العين وغادي نجي نفيكسي به لونتي سيرن باش ما نحيدش هذيك لا لوميير كو نوزا ابورتي لونتي سيرن اللي درنا. وهانتوما كتشوفوا معايا كتبقى الاضاءه نيكل تحت العين. ونسويت غادي نرجع نفيمي شي شويه لان مع لونتي سيرن ولا بودرو هي كيكون خفيف صافي. ومن بعد غادي ندوز شي شويه ديال لا بودغ بوغ ماتيفيي لو تان باش نفيكسيو داكشي كامل وغادي ندير لا توش ديال البلوش وديال الهايلايت كما العاده. وانكور اون فوا غادي نخلي لكم كلشي لي ريفيرونس في لا بار دانفو. البنات ما تنساوش تفتحوا لا بار دانفو باش تشوفوا لي ريفيرونس اللي كتسولوا عليهم افون دو بوزي دي كيسيون في لي كومونتير. من بعد بوغ لا بوش اختاريت ندمج جوج ديال الالوان. لا بروميير سي هاد لا كولور اشتون من عند اناستازيا بيفرلي هيل سي دي روج ا ليفغ ليكيد مات كي نو بوج ابسولومون با والريحه ديالهم او ماي جاد الي اتومبي. بون اباري لا كليتي شي شويه بيان سور كي دير الروتوش مي فريمون خفيف خفيف. وانا اختاريت نزيد عليها واحد شويه ديال لا توش اورانجي باش تزيد ليها شويه ديال البيبس. هاد لا كولور خديتها من عند ذا فيس شوب مي تقدروا تستعملوا اي روج ا ليفغ عندكم. اي فوالا النتيجه غادي تبان لكم دابا تارام. هذا هو الميك اب اللي اختاريت نقترح عليكم في لي طون مارون اورانجي شي شويه نتمنى يكون عجبكم. جوست ابري غادي نخلي لكم الاقتراح ديال لا توني. نتمنى هذا الفيديو تعجبكم سي سي الكا ما تبخلوش عليا بلي بوس بلو وبلي كومونتير ديالكم في التحت في البلاصه ديال لي كومونتير. ديتي لا بروشين فوا جو فوز امبراس جو في بلان بيزو كنقول لكم تهلاو في راسكم يا لا بروشين اي بيس.